اليوم حديثنا مع أخصائية التغذية ريم العبد الله عن العادات الصحية وخاصة الغذائية ما بعد شهر رمضان المبارك. بنعرف إنه كلياتنا خلال شهر رمضان المبارك بالذات يمكن بما يتعلق بالعادات الغذائية بتتغير، بيختلف أكلنا، ممكن إنه يستمر لوقت كتير طويل، في ناس بتضعف وفي ناس بتنصح صراحة، ولكن على كلتا الحالتين يمكن هذا الشيء ما يكون كتير صحي. كيف بنقدر إنه نرجع للروتين الصحي ما بعد شهر رمضان المبارك؟ رح نعرف كل هذا الشيء من خلال ضيفتنا. صباح الخير. صباح النور. كيفك ريم؟ تمام الحمد لله. كيف الأجواء؟ حلوة كتير. ساعتنا معيدين. كتير كتير حلو التصوير في البوليفارد. كل عام وأنتوا بألف خير. وأنتي بألف خير يا رب. طبعاً دايماً عم بحكي حتى للسادة المشاهدين إنه إحنا منحاول قبل شهر رمضان نقول كيف ما يأثر كتير شهر رمضان علينا، ولكن غصب عنا كل إشي بيتغير، السهر بيتغير، عدد ساعات النوم بتتغير، كمان التوقيت فيما يتعلق بالأكل بيتغير، فالكل متأثر بشكل أو بآخر ما بعد شهر رمضان. هلا سواء زي ما حكيت نصح الشخص او ضعف، على الحالتين سيدي. على الحالتين صح؟ الحالتين هو اكله لسه مخربط شوي. هلا سبحان الله طبيعه رمضان تختلف كثير عن الايام العاديه. يعني احنا تقريبا بنصوم 16 ساعه تقريبا وبنفطر 8 ساعات، فاحنا اكلنا محدود بوقت معين. هلا تخيلي انه احنا شهر كامل بس عم ناكل لمده 8 ساعات. سبحان الله ربنا خلق المعده بطبيعه مطاطيه، يعني قديش عم تعطيها اكل عم تكبر. هلا في رمضان خلينا نقول الاغلب معدته شويه يعني بتنكمش شوي بنزل وزنه، في ناس بحافظ على وزنه. هلا بصفي الصعوبه في الرجوع للاكل العادي. صح، احنا خلصنا العيد والمفروض انه عم نرجع للاكل الطبيعي، لكن في ناس كثير لهلا مش عم تقدر تاكل الوجبات العادية تبعتها. يعني المفروض احنا نرجع ناكل الثلاث وجبات الرئيسية تبعونا، يعني لازم نفطر ونتغدى ونتعشى، لكن بعد رمضان وبعد هالصيام الطويل بصفي شوية صعوبة. الناس بصير عندها زي تلبك معوي، الناس بصير في عندها مشاكل في لأنه شهر كامل مش بتعود المعدة انها تاكل بالزبط. أكل قبل الغروب بالزبط. فكيف بدهم ياكلوا بشكل عادي بعد هالصيام الطويل؟ كيف فعلا خلينا نعودهم، يعني ايش ممكن يدخلوا لمعدتهم حتى تقدر المعدة تتعود بشكل تدريجي على الأكل حتى يقدروا هيك بعدين يصيروا طبيعي ويصير عادي؟ هلأ بدنا يعني نكون مركزين على شغلة معينة، بأنه لا تجبر معدتك على الأكل وإنت لساتك يعني صايم، كنت صايم لفترات طويلة. يعني مثلا أول يوم العيد مفروض أغلبنا صحي الصبح بكير، شرب كاسة مي وأكل حبة تمرة، هيئنا معدتنا بإحنا اليوم حاولنا نفهمها بإحنا اليوم حنبلش نظام تاني غير عن اللي كنا إحنا متعودين عليه قبل شهر. صح بالضبط. هلأ بعد ما أخذنا كاسة المي وحبة التمر، وفي ناس مثلا راحت صلاة العيد ورجعنا وقعدنا شوي، نبلش الفطور واللي هو الوجبة اللي جدا أساسية بعد يعني بالأيام العادية. هلأ فطورنا المفروض يكون صراحة إشي خفيف، يعني مش مفروض إنه نبلش أكلنا. هلأ بدهم يحتفلوا فينا هذا تحتفل في بعد اول ايام العيد بالضبط، تكون فول وحمص وفلافل. هلا المفروض يكون إشي صراحه خفيف لانه انت مش متعود. هلا ممكن الواحد يكون مبسوط انه احنا هلا رجعنا ناكل عادي، فبلش بده ياكل كثير. هلا المشكله بتصفي انه معدتك ما رح تستوعب هاي الاكل. المشكله الثانيه انه بالعيد طبيعته بنلف على الناس، بنعايد على معمول عصير حلو، فبصفي عنا زي تلبك معوي. صح، مشاكل في الهضم، منا شوك للمعدة إحنا بالضبط ما هيئناها بطريقة يعني بسيطة. مفروض صراحة مع الفطور لو شربنا لنا كاسة عصير طبيعي أو حتى شاي أخضر نهدي المعدة فيه مع نعناع، أصلاً سبحان الله بتحسي في راحة لما بتشرب الأشياء الدافية على المعدة فاضية. هلأ بعد الفطور ممكن الناس بتروح بتعايد على العالم، في ناس تجيها ناس بيعايدوا عليها. الفكرة بأنه إحنا لازم نرجع ننظم أكلنا، يعني نفهم معدتنا أنه هلأ في عنا وجبة الغداء. بعرف ناس كتير لسه الغداء عندهم متأخر، يعني ليبلش غداء للستة سبعة، وهاي شوية غلط. يعني نحاول قد ما نقدر لو مثلا اليوم أكلنا على الستة بكرة أكلنا على الخمسة ونص بعديها على الخمسة، نحاول شوي نحول يعني نعطي معدتنا فرصة بأنه أنت لازم هلأ في موعد للغداء. هلا شغله كثير مهمه زي ما قلت بالاول انه ربنا خلق المعده بشكل مطاطي، يعني قديش عم تعطيها اكل قديش عم يا اما بتزيد او بتضل نفس الحجم تبعها. هلا الناس اللي نحفت برمضان وهم الناس هذول اللي يعني كسبوها برمضان بشكل صحيح، صح، بدنا نحاول انه ما نخسر حافظ. بالضبط ما نخسر هاي يعني الجائزه اللي اخذناها من رمضان. انجاز عظيم، إنجاز رائع موضوع صراحة. فقدان الوزن لأنه يمكن الغالبية بينصح بشهر رمضان بالزبط. يعني ولكن في ناس
فعليا لما بيقعدوا فتره طويله، خاصه بتخيل يمكن الناس اللي متعودين ياكلوا وجبات كثيره خلال النهار. بالضبط. بيجي شهر رمضان فبتصغر معدتهم لما بيصير وقت الغروب، فما بيقدروا ياكلوا، ما بيقدروا يكملوا، فبينحفوا يعني. صح. بس الغالبيه لا بتنصح. هلا هدول الناس بدي اقول لهم انه لا ترجع تخلي معدتك تكبر زي ما كانت اول، حاول كل بطريقه شوي شوي. لما نلاحظ على الناس اللي محافظه على اجسامها وتطلعي عليهم كيف لما بيقعدوا بياكلوا، طريقه اكلهم بتكون بطريقه يعني شوي بطيئة. شوي بالضبط بطيئه، ما بيستعجلوا هم عم بياكلوا. ليش؟ لانه لما بناكل في سيجنلز بتوصل من المعده للدماغ بتخليها تقول لك يا اما خلاص وقفي لانه احنا وصلنا لمرحله خلاص شبعتي. هلا الناس اللي بتاكلوا يعني بلحق السيجنلز، هاي الاشارات يعني قبل ما يوصل السيجنلز بتصيري كنتي انت فوق الاشباع، ما بتلحق توصل لحديت ما توصل خلاص بتكوني انت وصلتي لمرحله الفولنس يعني خلاص مش قادره تاكلي بعد هيك. هاي اول شيء. ثاني شيء استمتعي في كل لقمه انت عم تاكليها، بساعد على الهضم لان بالزبط. احنا بنعرف المضغ كمان هي المرحله الاولى من عمليات بالزبط. الهضم يعني، فانت لما بتمضغي انت عم بتساعد المعده انه احنا عم يعني عم ننزلها الاكل تقريبا 3/4 مهضوم. صح. فهي بصير عمليه الهضم عندها اياها يعني سهله نوعا ما. هلا الناس اللي ما نحفت برمضان وحابة ترجع تنحف هلا، بس بدي اعطيهم تب صغيره لنفكر شوي. احنا برمضان صمنا 16 ساعه صح، وافطرنا 8 ساعات، وفي صيام جديد اسمه صيام 16/8 اللي هو بنصوم 16 ساعه وبنفطر 8 ساعات. لكن في غير رمضان مش صيام تماما، لكن في ايام في وقت الصيام اللي هم 16 ساعه تقدري تشربي مي، تقدري تشربي قهوه او سوائل وكل شيء بدون سكر، بدون سكر ولا حليب ولا اي شيء. تختاري 8 ساعات اللي انت بدك اياهم. لنفرض بلشنا على الساعه 12 الظهر بلشنا ناكل، معك لساعة 8 بالليل تبلش تنظمي أكلك، بعد 8 بالليل بنوقف نصوم 16 ساعة لتاني يوم الساعة 12 الظهر. هلأ هاي طريقة صراحة كثير عم تزبط مع ناس جد؟ كثير وعم بنزلوا عليها. أي غششناكم نوع دايت طريقة جديدة. هلأ هاي قريبة لرمضان، فعشان هيك الناس إنه بس برمضان في ناس بتنحف، معناته هاي الطريقة قريبة لإلهم وبتنحفهم منيحة لإلهم. فمعناته مش انه ما نحفناش برمضان او كنا حابين نزل وزننا معناته خلص راحت علينا. صح. هاي طريقه كثير مهمه وانا بصراحه حابه اجربها، راح اتبعها ريم. بس لما بنحكي اوقات كثير في مشكله كمان بنواجهها لما بنطلع من شهر رمضان المبارك، انه عدد ساعات السهر طويل. صح. وكمان احنا نصحنا كل المشاهدين انه السحور كثير مهم حتى يقدروا طبعا. كمان انهم يصوموا ثاني يوم بشكل يمكن طبيعي اكثر بدون تحديات كثيره. صح. فتخيلي يعني هلا الناس ضلت تاكل لفتره ساعات طويله، هلا مش متعودين كيف بدهم يقللوا؟ لانه احنا بنعرف يمكن أسوأ اكل هو اكل بالليل. اكل بالليل صراحه يعني هو سيء. ليش؟ لانه ما في ولا اكتيفيتي بعد اكل الليل. صح. بتاكلي وبتنامي. بتاكلي وبتنامي. هلا احنا بالعاده بنقول حاول الاكل تبعك يكون قبل موعد نومك بساعتين على الاقل، علشان تحاول يعني المعده نعطيها مجال لانها تهضم. الاكل بالليل مش مفروض يكون صراحه باقي الغداء، او خلينا نقول باقي مثلا الاكل اللي موجود عندنا اللي هو رز ودجاج. أكل الليل المفروض يكون إشي خفيف على المعدة، سلطة، لبن، شوفان، توست أو خبز أسمر. هلأ كيف بدنا نعود حالنا بعد هالسحور والفطور؟ صراحة كل إشي بالتدريج بيزبط. مش رح يزبط لو هلأ قلت للعالم لا لازم تفطر تشتري تتعشوا على الساعة 8 وتناموا على الساعة 10، ما رح يزبط معهم لأنه أوريدي يعني الدنيا صيف والناس عم تسهر. لكن نحاول قد ما نقدر إنه مش كتير نتأخر بالنوم، يعني مثلاً ما بصير ننام بعد الساعة 12، يعني السهر الساعة 1، 2، 3 هو اصلا مش صحي. مش صحي، واصلا يعني شئنا ام ابينا رح نحس بالجوع يعني. اكيد. اللي يعني انت قاعده فاكيد حتجوعي، حتى لو ما جعتي ممكن تحسي بانه زهقانه بدي اتسلى بالاكل، فبتروحي مثلا تاكلي اي شيء. فعشان هيك لو اكلنا مثلا اذا بننام على الساعه 2، لو اكلنا على الساعه 11 اوكي اكلنا منيح، خلص من هون لساعه 2 مش حتحسي بهي كميات الجوع الكبيره. بعديها ثاني يوم بننام مثلا الساعه 1، فكل شيء بالتدريج بيزبط يعني مرة على مرة، يوم عن يوم رح يزبط. شهر كامل من عادات معينة مش رح يتغير بيوم ويومين. بدنا وقت لنرجع نغيره. فيعني هو كمان شغلة، في شغلة كتير مهمة، إرادة الواحد قديش بتكون قوية، قديش إرادتك قوية إنه عن جد أنا بدي أغير عاداتي الغذائية. في ناس بتقول لك لا والله أنا مبسوط هيك، وعاداته الغذائية بتكون جدا غلط. في ناس بتقول لك أنا حابة أغير. فالإرادة هي جوات نفسه. لو إحنا قاعدين نضلنا نحكي لمليون سنة، وإرادة البني آدم نفسه مش قوية ما رح تتغير. صح.
اهم شيء كمان احكي لي. بدي اقول بس عن الرياضه قديش مهمه. يعني انا بلاحظ في عنا مشكله صراحه بالرياضه، مش كتير احنا متعودين على هذا الموضوع. لا. يعني اذا السوبر ماركت بعيد عنا نص ساعه بنشغل السياره وبنطلع. انا بعذر الناس صراحه، يمكن شوي مرات الطرق صعب انه احنا نمشي فيها، بس يعني لما بنلاقي وقت لحالنا نص ساعه او ساعه قاعدين على السوشيال ميديا او قاعدين على التلفزيون، خلينا نخلي نص ساعه على السوشيال ميديا ونص ساعه ثانيه نقوم نمشي فيها. هلا الدنيا صيف والمسابح موجوده، بنروح نسبح، نمشي، يعني لو نمارس اي نوع من انواع الرياضه اللي هي نغير العادات الغذائيه يعني اليوميه تبعتنا، نكسر هذا الروتين اليومي تبعنا. صح. ويعني حتى مش لو مش الرياضه العنيفه، يعني زي ما قالت ريم، يعني لو بتطلعوا بتلفوا حوالين بيتكم شويه، يعني اللي بيقدر يلعب رياضه يا ريت، بس انه لو بيقدر الواحد بس انه يمشي، يعني هي تغيير انه جد بفكفك جسمه شوي، بحس حاله انه عن جد انه تحرك، لانه كلنا معتمدين على الاسانسير هلا، ما بنطلع درج كهربائي، على الفالي اذا ما لقينا صف، ما بنحب نصف بعيد عشان ما نتغلب ابدا. احنا ما بنتحرك بالوضع الطبيعي. يا ريت لو لسه نتحرك بالوضع الطبيعي باشياء معينه كان اكيد اهون. ريم، لما بنحكي كمان عن العادات الصحيه ايضا لاطفالنا، يعني احنا كيف بنقدر برضه نعود أولادنا وبناتنا اللي كمان صاموا خلال شهر رمضان إنه يرجعوا يتغيروا؟ يمكن إحنا شوية إرادتنا قوية شوي كبالغين، أوقات كتير يدوب نقدر نسيطر على حالنا، فما بالك بالصغار يعني كيف بدك تفهميهم؟ هلا شوفي، انا هم الصغار بيختلف حسب اعمارهم، لا بس نحكي على الصغار اللي كانوا يصوموا 100%. هلا دائما الطفل اللي موجود في البيت قدوته الناس اللي اكبر منه. صح. يعني لما هو بيشوف امه او ابوه لساتهم على نفس العادات الغذائية، مش مهتمين بأكلهم أبداً، بيشربوا مشروبات غازية كتير، العصائر إمتى ما كان بيقدروا يتناولوهم، والأطفال بيحبوا الطعم الحلو هذا، بس هم يعني يمكن لا ما بيكونوا مدركين هالقد إنه هاي الأشياء المصنعة قديش هي مضرة لإلهم. هلأ زي ما قلت لك، لما بيلاقي أمه أو أبوه في البيت بتبعوا هذا النظام الصح لحاله، رح يصير السيستم تبع البيت كلياته هيك. لازم الصراحة هو الركي الأكبر على الأم. أنا دايما بقول الأم هي يعني اللي بتبني كل إشي بالبيت من هو صغير الطفل. إذا عودتي إنه الكاندي هو عبارة عن مشمش وتين مجفف وزبيب فأنت رائعة. إذا عودتي إنه الشوكولات المنيحة اللي هي مثلا الدارك أو اللي ما فيهاش كميات سكر كبيرة فهذا إشي كتير كويس. العصير اللي هو الطبيعي مش اللي هو المصنع كمان أنت أنجزتي إنجاز رائع. فبقول لك هو دائما الأهل هم القدوة. يعني هو دائما بنقول action is more louder than words، فبدال ما ضلوا الواحد يفتي ويحكي معاهم ولازم هيك بس يشوفوا الأهل عم بتصرف، ما بيحبوا أبدا أنه تعنديهم، يعني أكيد. ما بيحبوا أنه أعمل هيك سوي هيك بالزبط. وبعديها الأم بتروح مثلا خلينا نفرض تشرب الإشي اللي بتقوله لا عنه أو بتاكل الإشي، هيقولها طب ما أنت أكلتي. ما تحرموهم. أنا يعني أنا صراحة بس بدي أقول شغلة، في أهل أنا يعني بشوفهم بيحرموا أولادهم بطريقة يعني كيف بدي أقول لك، بتصفي الطفل يعني بيعند بالضبط. صح. يعني كل ممنوع مرغوب بالضبط. لا تضلك تقولي له ما بيصير تاكل، ما بيصير تشرب هيك، لا لا لا، كلمة لا الكتير بتخلي الطفل نفسه خلص يستفز فرح يعاندك. كل شيء بالسلاسة ولما يشوفك أنت بلشتي بالموضوع. صح. رح يحبه. صح. دائما اكيد التعليم بالقدوه كثير مهم، زي لما بنحكي عن كتاب ضلك تقولي له اقرا وانت عمره ما شاف لا ابوه ولا امه ماسك كتاب، ما عمره ما اكيد ما راح يزبط. انا يمكن اخيرا بدي اضيف على كلام ريم اللي حكيناه كمان تحت الهواء، المي انا بدي اقول عن المي. صح. عن جد خصوصا بهاي الايام، يعني يا ريت ما ننسى شرب المي. وطريقه يعني بسيطه عشان ما ننسى شرب المي، بنخلي دائما انيت المي معنا طول الوقت. لو اعتمدنا انه نروح على المطبخ ونصب كاسه مي حنتكاسل. وشغلة مهمة بس يكونوا عارفينها، جسم الإنسان ما بيميز بين الجوع والعطش في بعض الأحيان، فمرات نكون نفكر حالنا جوعانين منروح دغري بناكل، لكن لو شربنا كاسة مي هذا الشعور تماماً رح يروح. هذه قالت لي هريم تحت الهواء وأنا رح أتبعها، كل ما تكونوا جوعانين روحوا اشربوا مي بركي ارتوى عطشكم وبطلتوا جوعانين وتقدروا هيك أكيد تخسروا سعرات حرارية. كل شكر لك ريم. شكرا لك كثير. أخصائية التغذية، كل سنة وأنت سالمة. وأنت سالمة إن شاء الله، ربي حياة صحية للجميع. آمين يا رب. وشكرا كثير لكم.